بنك إسرائيل يبقي على أسعار الفائدة عند 4.75% وسط الحرب على غزة. أبقت لجنة السياسات النقدية في بنك إسرائيل المركزي أمس الاثنين على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.75% وسط حرب تقودها وعدوان غاشم يقوده الاحتلال على قطاع غزة وتوترات أيضا متصاعدة في الشمال ضد حزب الله اللبناني. ما الذي يعنيه إبقاء البنك المركزي الإسرائيلي على سعر الفائدة عند 4.75%؟ تفاصيل حاضرة أكثر مع ضيفنا عبر الخط الهاتفي الخبير المالي والمصرفي الأستاذ محمد سلامة. أهلا بك، مساء الخير. أهلا بكم، يسعد مساكي، مساء المشاهدين الكرام. أهلا بك. على عكس التوقعات التي كانت قبل اجتماع بنك إسرائيل المركزي بالأمس، كانت التوقعات تشير إلى أن البنك سيذهب لتخفيض سعر الفائدة ب 25 نقطة أساس، ولكن يعني قرار البنك الإسرائيلي كان مخالفا للتوقعات. ما الذي يعنيه إبقاء الفائدة عند مستوى 4.75%؟ واجتماع اللجنة أمس كان تحصيلا حاصلا، لأنه نائب المحافظ قبل 5 أيام كان قد أعلن بأنه لم يتم تغيير سعر الفائدة أو لم يتم رفعه أو تخفيضه، سيبقيه على ما هو عليه طبعا. وبالتالي كان الاجتماع أمس هو مجرد اجتماع روتيني لا علاقة له بالتخفيض اللازم. شيء ملاحظ كان في تصريحات وحتى محضر الاجتماع أو حتى البيان اللي صدر فيه المركز امبارح، كأنه أغفل كل شيء. هو يتكلم عن اقتصاد يؤدي بشكل جيد، لا أدري عن أي اقتصاد يتكلم. قطاع السياحة معطل، الترفيه معطل، اقتصاد مشلول، أي اقتصاد يتكلم عنه. وكان وكأنه في إحدى الجزر خارج العالم، يعني مش في إسرائيل، يعني يتكلم عن الحرب وآثارها، لم يتكلم عن الأثر الذي حصل حتى الآن. يعني نحن لا نريد منه أن يتوقع، وهناك ضرر كبير حصل على الاقتصاد الإسرائيلي. هو خفض معدلات النمو المتوقع من 3% إلى 2.3%، علما بأنه خسارة الاقتصاد الإسرائيلي خلال أول أسبوعين أكثر بكثير من التخفيض اللي هو قدره. يعني حتى المعلومات التي تصدر من إسرائيل تصدر بيانات عن حجم الخسائر التي تعرضها الاقتصاد الإسرائيلي، في مجملها تخفض ناتج الإجمالي لعام 2023 بنسبة أكثر وكثيراً، ضعف أو 3 أضعاف النسبة التي خفض بها البنك المركزي. وبالتالي البنك المركزي لأول مرة منذ سنوات لم يكن موضوعياً، وحاول تغييب آثار الحرب عن الموضوع، وتصرف وكأنه الأمر طبيعي بناء على معلومات تاريخية كانت قبل الحرب. وبالتالي هو كان امتداد لفترة ما قبل الحرب، لم يأخذ آثار الحرب بالاعتبار، فأبقى على سعر الفائدة. ماذا يعني سعر الفائدة؟ إبقاؤه على نفس السعر يعني ما الذي فعلاً يعني ما الذي يعنيه للاقتصاد الإسرائيلي المعطل بشكل يعني كبير جداً جداً في كل المناطق، وليس فقط في مناطق الجنوب والشمال، إنما في كل يعني الدولة الإسرائيلية، دولة الاحتلال، هنالك تعطل للمرافق الاقتصادية، هنالك أيضاً يعني إفراغ لحوالي أو أكثر حتى من 250,000 شخص تم استدعائهم لقوات الاحتياطية، بالتالي تركوا أيضاً شواغراً. أضف إلى ذلك العمال الفلسطينيين في الداخل اللي تم طبعاً منعهم من أول أيام العدوان على غزة من الالتحاق بأماكن عملهم وبأعمالهم وأشغالهم في الداخل المحتل. إذا نحن نحكي عن حياة اقتصادية شبه مشلولة أو مشلولة يعني إلى حد بعيد. هو يقول بأنه الاقتصاد يؤدي بشكل جيد عموماً، بكل مستقر، يعني هو يقول أنه مستقر قوي ومستقر. أي مستقر وين نعرفش، بس خليني أوضح لك نقطة كتير مهمة. البنك المركزي الإسرائيلي اكتفى بالإجراءات التي اتخذها تاني يوم الحرب، يوم اثنين بعد الحرب اثنين، واللي كان من ضمنها رزمة حماية لسعر صرف الشيكل الذي انخفض بنسبة 7% بعد الحرب، ولها آثار تضخمية. يعني انخفاض الشيكل يؤدي بشكل أو بآخر على التضخم، ويؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم في الاقتصاد. هو أعلن عن رزمة دعم للشيكل ب 30 مليار، وأعلن
عن دعم سيولة لأسواق المال ب 15 مليار، وعن موضوع آخر وهو التدخل في الأسواق من خلال عمليات شراء السندات وغيره. بمعنى هدف المركز الإسرائيلي المعلن هو المحافظة على استقرار النظام المالي لدولة الكيان، لا يعنيه التضخم، لا يعنيه النمو، لا يعنيه شيء حاليا سوى توفير الأموال وتغذية النظام المالي لكي لا ينهار النظام المالي بالمجمل، لأنه النظام المالي هو أساس ومساعد وركن من أركان الاقتصاد ومهم في تمويل العمليات المالية في الاقتصاد داخل الكيان الصهيوني. فهو يريد أن يحافظ على سعر صرف الشيكل، ويريد أن يحافظ على مستويات السوق المناسبة لكي لا تنهار بورصات الأسهم، ولكي لا ينهار سوق السندات بعد فقدان الثقة في اقتصاد دولة الكيان الهش، الذي يعني لحد الآن تعامل البنك المركزي الإسرائيلي وكأنه هذه الحرب مجرد طوشة بشارع، يعني ليست حربا مدمرة للاقتصاد الإسرائيلي والاقتصاد الفلسطيني معا، يعني مدمرة وبشكل كبير. بالتأكيد. وبالتالي لم يأخذ بالاعتبار الآثار اللي ممكن يلاحظها الاقتصاديين في البلد، فأبقى على سعر الفائدة علما بأنه تراجع في النمو الاقتصادي في دولة الكيان الصهيوني وهذا التوقف يجبر البنك المركزي على تخفيض الفائدة، هكذا توقع بنك لومي، بينما بنك الدولي اللي هو أبو عليم لم يتوقع، لأنه مشى مع توقعات أندريو ألبير نائب المحافظ الذي أعلن مسبقا بأنه لن يتم تخفيض الفائدة حفاظا على مستويات التضخم، لأنهم يريدون أن يبقوا على التضخم في هذا المستوى، علما بأنه في حالة الحرب لأي دولة بالعالم التضخم ليس أولوي، لأنه يصبح هناك نوع من أنواع القهر للطلب في الاقتصاد، وأقصد بذلك أنه الناس بالملاجئ لا يوجد طلب فعلي على السلع والخدمات في الاقتصاد، هناك قطاعات معطلة، فمن أين سيأتي التضخم؟ يعني من الغباء التفكير بهذه الطريقة، يجب أن يفكر بإنعاش الاقتصاد وهو تجنب الكلام عن ذلك طبعا. نعم. طيب هلا في يعني جزئية بحب أستثمر فرصة وجودك معنا وأسأل عنها. لا شك بأنه آثار الحروب والنزاعات يعني العسكرية والصراع العسكري بكل مناطق العالم، بكل مكان بالعالم، بيكون تأثيره أكبر على الاقتصاد من أي تأثير آخر من تدخلات البنوك المركزية ولجان السياسات النقدية وما إلى ذلك. بس بموضوعية بعقلانية، أليس الاقتصاد في دولة الاحتلال اقتصادا قويا وأيضا متمكنا باستطاعة أن يتحمل آثار الاقتصادية المتوقعة لهذا العدوان على قطاع غزة، كونه أولا يعني ناتج قومي، يعني الناتج السنوي يتجاوز 400 مليار دولار، أيضا دعم يعني لا يمكن أن نسقطه من حساباتنا، دعم غربي لا محدود. فيعني منطقيا واقعيا يعني إلى أي مدى في ظل هذه المعطيات ومع هذه المعطيات من الممكن أن تتحمل دولة الاحتلال الآثار الاقتصادية في سبيل تحقيق أهداف سياسية ربما بعيدة المدى؟ دعينا نتكلم بوضوح وصراحة عن الموضوع، أنه كان الاقتصاد الإسرائيلي اقتصادا قويا قبل الحرب، وكان ناتج المحلي الإجمالي هو 520 مليار دولار، كان ترتيب إسرائيل 31 بين دول العالم من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي. هذا الكلام صحيح قبل الحرب، لكن الحرب يعني تقريبا دمرت كل شيء، هم لا يعون حتى الآن حجم الدمار والتأثير طويل الأمد الذي حصل على الاقتصاد الإسرائيلي. أولا قطاع الخدمات اللي يمثل 40% معطل تماما، قطاع السياحة معطل تماما، القطاع الوحيد اللي ما زال يعمل هو قطاع التصنيع التكنولوجيا، وهو متراجع بشكل كبير حسب التقرير التي نسمعها. صناعة الأسلحة ستفشل، بأنه كل تكنولوجيا السلاح التي كانت تصدرها إسرائيل أثبتت بأنها غير فعالة، ولم تستطع حماية إسرائيل حتى لتحمي غيرها من الدول. إذن في شيء مهم كمان، أنه الشعوب في الكرة الأرضية بالمجمل قرفت أو تقززت مما تفعله إسرائيل، لأنه إسرائيل ستعود ووجهها ملطخ بدماء أطفال ونساء غزة، لن تعود تلك الدولة المثالية التي قد يتعامل معها الناس بارتياح وقد يشتروا سلاحها بارتياح، زائد أن هناك حملات مقاطعة قد تنتج نتيجة جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، وموقف دولي قد يكون ليس مع الفلسطينيين ولكن ضد فقران الإنساني وهذا المستوى المنحط من أخلاق الدول، يعني سيكون تأثير كبير جدا في التعامل مع هذا الكيان من الخارج. وبالتالي أكبر باعتقادك مما يعني مما تحاول أو يحاول بنك إسرائيل المركزي أن يغمض عينيه عنه. لا أحد يغفل بأن هناك حاضنة لإسرائيل هي
أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تحتضن إسرائيل اقتصاديا وسياسيا وعسكريا. يعني إسرائيل لوحدها غير قادر على الوقوف. أصلا معظم صناعات الأسلحة هي صناعات مشتركة ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل. فتحت المصانع في إسرائيل لمساعدتها اقتصاديا، ومعظم الشركات التكنولوجيا الموجودة هي شركات عالمية ليست شركات إسرائيلية. وفي أغلبها يعني 400 شركة من أوروبا تعمل في محيط إسرائيل كشركات تكنولوجيا. بمعنى أنه هذا استثمار خارجي سيتأثر في حال فقدان الثقة بهذا النظام الهش، بهذه الدولة الهشة. يعني دعيني أقول لك بأنه هذه الحرب، حتى ما قبل هذا الحرب وهذا الاندفاع الغربي لإنقاذ إسرائيل من نفسها أولاً قبل إنقاذها من الجرائم التي ترتكبها بحق الغير، بحق الشعب الفلسطيني وإنكار حقوقه. يعني قدوم الغرب بهذه القوة جاء ليحمي إسرائيل أولاً من تهور قيادتها من نفسها قبل أن يأتي لحمايتها من الفلسطينيين، لأنه لا يدرك عقل ولا يمكن الاقتناع بأن هذه البوارج وهذه الحروب ووسائل الدول جاءوا لدعم إسرائيل مقابل حماس، تنظيم شعبي فلسطيني بتعداد القادرين على إطلاق النار فيه لا يزيد 10,000، يعني لا يشكل 1% من حجم القوات الإسرائيلية. يعني هذا غباء ما يقوله وما يبرره هؤلاء الحمقى بأنه بوارج وطائرات وأسلحة وهذا الهجوم لمقاومة تنظيم صغير يدافع عن حقوق الفلسطينيين ويقامل المحتل. يعني أصبحت إسرائيل هي دولة وأصبحنا إرهابيين، يعني بأننا نقاوم لتحقيق مصالح شعبنا أو للدفاع عن حقوقنا من محتل ومغتصب لأرضنا وعرضنا. أصبحنا نحن الإرهابيين، وهذا المارق المحتل هو دولة مساكين، يعني إحنا عم نعتدي عليهم وعم نمارس الإرهاب ضدهم. يعني هذه الجرائم لا أستطيع، كيف يستطيع العقل الغبي الغربي استيعابها؟ يعني واضح أن هناك غباء رهيب بين قيادات الغرب، اقتنعت بالرواية وصلف أيضا المضللة طبعا، وصلف أيضا صلف، يعني إن صح التعبير، يعني أن نستخدم مصطلح صلف، لأنه هي ليست كبرياء عمليا ولا يمكن أن تندرج بإطار الكبرياء وبإطار بأنهم ما عندهم ثقة بإدارة إسرائيل يعني الأمر ولما حدث في 7 أكتوبر. هو صلف يعني، وصلف متواصل عمليا إسرائيل. يعني أضيف موضوع جدا حساس. ما هو؟ صدر هناك مقولات بأنه إسرائيل بالأساس كانت تخطط لتفريغ غزة بناء على المشروع الذي تم إعلانه في مجموعة 20 من فتح ممر ما بين الهند وأوروبا عبر البحر الأحمر إلى وعبور منطقة غزة، وبالتالي كان هناك تخطيط بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ هذا المشروع، يجب إخلاء غزة مثلا. لأن هذا الموضوع، هذه الفكرة بالأساس مصر وقفت في وجهها وأفشلتها من اليوم الأول للحرب. يعني التهجير وتفريغ غزة لتنفيذ مشروع اقتصادي يخدم الكيان الصهيوني واستمرار احتلال إسرائيل للدولة للأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني، يبدو أن هذا الآن يبدو مستحيلا حتى لو تمادت إسرائيل في إجرامها. يعني دعينا نتوهم ونتخيل أسوأ سيناريو، وهو إبادة شعب غزة. الشعب الفلسطيني هو 14 مليون، لن يسمح لإسرائيل أن تعيش بعد ذلك. يعني سيصبح الشرق الأوسط كله مات على الإرهاب، ليس الشرق الأوسط، أمريكا وأوروبا وكل دول العالم لا تستطيع إبادة 2 مليون شخص. أنت وتقف متفرجا لتنفيذ مشروع لربما قناة أو معبر، لا أدري ماذا يمكن أن يتم عبر أراضي غزة مثلا. هذه مشاريع ساقطة ومجرمة لا يستطيع الغرب تنفيذها على حساب مصالح الشعب الفلسطيني، زائد حياته أيضا، حياته وأبسط حقوقه الأساسية وهي الحق بالحياة. أنا أشكرك على كل هذه التفاصيل وعلى الإفادة، الخبير المالي والمصرفي الأستاذ محمد سلامي، شكرا جزيلا لك.